ايه هي متلازمه البط دي؟ هي ببساطه شديده من حوالي 13 سنه في مجموعه من العلماء في جامعه ستانفورد لقوا ان في متلازمات حديثه بتحصل للانسان المعاصر على راسها متلازمه البط. ايه متلازمه البط وليه سموها البط وليه اقرنوها بالبط؟ لان قالوا ان البطه اللي بتبدو قدام الناس عايمه على وش الميه جميله حالمه ساكنه هادئه يطلب اليها الناظرين تخطف عينك وتحس قدام منها بالهدوء. البطه اللي انت شايفها جميله وعايشه على وش الميه دي تحت الميه بقى بتخوض معارك ضاريه من اجل البقاء. لو تشوفها هي حركه ايديها عامله ازاي، بترفص ازاي، بتعاني ازاي، ضربات القلب عندها شكلها ازاي، قاعده منهكه ومجهده ازاي علشان تبدو بالصوره الجميله اللي فوق وش الميه دي، هتعرف فعلا ان هي بتعاني من ازمات وضغوط نفسيه عديده. ده شان الانسان المعاصر، بتلاقيه دايما بيلبس شيك، بيتكلم كويس، قاعد في شقه تمليك في عماره شكلها راقي ومتشطبه من بره، راكب عربيه حديثه، بيروح يصيف، بيروح يشتي اولاده في مدارس لغات، فتبدو للناظرين ان هو عايش حياه متكامله وحياه تخلو من المشاكل، ولكن محدش عارف كم المعاناه والالم والاسى اللي هو بيعانيه والمشاكل اللي بتعتريه. على سبيل المثال حضرتك لما تشوف مثلا بعض السيدات الاناقه والشياكه والجمال، هل انت عارف يعني بيعانوا قد ايه في حياتهم الاسريه؟ عارف في كم واحده بتعاني من ويلات الطلاق؟ كم واحده بتعاني من ويلات العنف الاسري؟ كم واحده هي بتقود اسره وبتعيلها؟ كم واحده بتعين الاسره وشغاله دراع بدراع مع الراجل؟ معارك ضاريه. يعني انزل شوف بعض السيدات اللي بيودوا في الجروبات والانشطه وفي المدارس، وبص على الوجوه قد ايه ممكن تكون عابثه وممكن تكون بتعاني الامرين. نفس الامر بالنسبه للراجل اللي هو تلاقيه دايما شكله كويس ومتبرسم وماسك موبايل حديث، هل انت عارف كم الديون اللي عليه قد ايه؟ هل حد عارف كم المشاكل الحياتيه صحيح والمجتمعيه اللي بيعانيها قد ايه؟ يعني ممكن يكون داخل بيته وبيته يبقى نار نتيجه تدخل الاهل، تدخل الحما على الحقيقه يا فندم يعني